البنات هاي السلد كتير مميزة، طعمه رائع، ممكن تعتمدوها لكم بالبيت، ممكن للضيوف، كتير شكلها وطعمه مميز. بنات عندي أنا هون سبانخ وخيار وبصل أخضر وحطيط مانجو. اليوم بنات الدريسنج كتير مميز. هون عندي نص حبة مانجو مقطعة، هون هلا بضيف ليمون وزيت زيتون وملح وشوي ماسترد وشوي ابل سايدر فينيجر. بتعطي طعم حد رائع ولذيذ، طبعا هذا اوبشنال. بتعطي هلا بضيف الدريسنج.